وما ننساش هاد الاوفر تاع ديال الكيسان هادو اللي كانوا كيديروا 10 اورو دابا كيتباعوا ب 5.90 اورو. فرصه ومناسبه وهمزه فقط 9 ديال الاورو. السلام عليكم، جبرتوني كنتواجد في طراكونه في الضبط في طوري فرطة. هنا في البلاصه هذه بالضبط فين كيكون السوق الاسبوعي اللي كيكون نهار السبت، ولكن ماشي هادشي اللي جي نوريكم. جي نوريكم واحد الحاجه زوينه بزاف صراحه، المغاربه ديال طراكونه كيفاش كيحمروا الوجه هنايا في طراكونه بالضبط. هنا غادي تشوفوا واحد الحاجه اللي كتعجبني بزاف في المغاربه ديال طراكونه. خليكم على الفيديو واجيو معايا. هاد الشارع هذا اللي جينا له سميتو باساج ديال بالميرا، وهنا باش نوريكم مفاجاه. والمغاربه تبارك الله ما شاء الله علاش قادين، والشيء اللي كيعجبني فيهم المغاربه ديال طراكونه. كملوا معايا. كيف ما كتشوفوا معايا هذا المحل، هذا صاحب ديال المحل هذا مغربي، فاش كنجيو كنشوفو كيبان بحال لي كارنيسيريا، كيبان الخضره فقط، ولكن ملي كندخلوا لداخل عاد كنلقاو المفاجاه تبارك الله، وكنشوفوا داكشي اللي ما كناش كنتخيلوه. هاجوا معايا. ملي كندخلوا المحل هنايا كتبان لنا بحال لي كارنيسيريا، كتبان الخضار الفواكه والسوبر مارشي، ولكن المفاجاه شوفوا تبارك الله شنو كاين هنايا. اش شوفوا معايا، كتجيو المحل الواحد كتقضيو فيه كل الاغراض ديالكم، كارنيسيريا، فروتيريا، سوبر مارشي وبازار تبارك الله. بالنسبه للناس اللي كتسول على كنز، هو كنز بكل انواع ديالو اللي بغيتو، السميده الطحين كل شيء موجود عنده، الانواع والاشكال ديال الكنز تبارك الله. ها انتم كي كتشوف، لا ما تشوف شي بلاصه اخرى تقلبوا على كنز، هو هنا. الحاجه اللي كتميز هذا البازار هذا هو ان اي حاجه بغيتوها غادي تلقاوها هنايا، الجوده والثمن المناسب. مثلا نهضروا على السينيات، مثلا اي حاجه بغاتها مناسب الدار كاينه غادي تلقاها هنا في هذا البازار هذا، بالاشكال والانواع ديالها كما كتشوفوا، اخر الموديلات. ماشي تجي وتمشي بلاش، ما يمكنش تمشي بلاش وجيتي لهذا البازار هذا، مستحيل، لان اي حاجه بغاتها مناسب الدار كما كتشوفوا معايا تبارك الله، اخر الموديلات ديال السينيات كاينين هنا موجودين. مثلا المرميطات كاين عاوتاني الاشكال والانواع ديال المرميطات ديال الجميلات كما كتشوفوا معايا هنايا، ديال المناسبات، ديال المطاعم، ديال الدار، يعني كل شيء ديال الضغط بجميع المديدات كما كتشوفوا. الاسمنه تبارك الله في متناول الجميع، الشلال المغربي كما كتشوفوا معايا هادو ديال الضغط. تقريبا اللي عجبني في هذا البازار هذا انك انت ما تخرجش بلاش الكاسرونات، الانواع والاشكال ديالهم، المديدات ديالهم، يعني كل شيء تبارك الله، مستحيل تمشي بلاش الى جيت البازار هذا. والبرارد عاوتاني نفس الشكل اللي بغاتها مراس الدار عاوتاني كاين هنا تبارك الله. شوفوا معايا، شوفوا معايا البرارد كيفاش دايرين، الاشكال والانواع ديالهم، وديرت الخرانيين، المديدات اللي بغى الواحد تبارك الله ما شاء الله. هادشي صراحه كيفرح ان المحل المغربي بحال هذا في اسبانيا في طراكونه كيقربنا كل شيء ديال البلاد هنايا، نحس براسنا بحال في البلاد صراحه. وما ننساش هاد الاوفر تاع ديال الكيسان هادو اللي كانوا كيديروا 10 اورو دابا كيتباعوا ب 5.90 اورو. فرصه ومناسبه وهمزه، 5.90 اورو هاد الكاخه كامله تبارك الله، غير اللي ما بغاش. هي السينيه هادي فيما مشيتوا اي بازار كيدير لها 15 اورو 14 اورو بالسطاره، فقط 9 ديال الاورو. قرب قرب
هاد البلانشا هادي اللي دايره ضجه هنا في اسبانيا، هاد البلانشا في ما مشيتي كيبيعوها ب 45، اخ صلاح كيبيعها ب 40 اورو. هاد البلانشا هادي اللي دايره ضجه كدير عند الاخ صلاح 40 اورو في هاد البازار هذا اللي كنصور لكم. واجي نوريكم واحد الحاجه حتى هي زوينه، بما ان العيد قرب، بما ان العيد كبير على الابواب، ضروري غتحتاجوا هذه في داركم. طحانه ديال الكفته، شوفوا كيفاش عامله اينوكس تبارك الله، وشوفوا الثمن 39 90 سنتيم. هذه العيد كبير قرب، فرصه باش الانسان يقدر يتقدى. هذه كاينه حاجه اخرى غنوريها لكم دابا كتعجب النساء بزاف. اجي قرب قرب قرب، العجانه اللي كتعشق مولات الدار، 2000 ديال الوات، 0.5 ديال اللتر. عرفتوا شحال دايره هذه؟ اجي نفاجئكم. اجي الثمن ديالها، ها هو الثمن ديالها 85 ديال الاورو. عجانه كومبلي 85 ديال الاورو، 2000 ديال الواط، يعني البوتنسيال عندها طالعه وماركه عالميه، 0.5 ديال لتر. فين غتلقاو شي همزه بحال هذه؟ نهضروا مثلا على الزرابي. الزرابي كما كتشوفوا معايا عاوتاني الاشكال والانواع والمديدات اللي بغيتو، ديال الاندراده صغار كبار، الموديلات اللي بغيتو، الالوان، تقريبا كل شيء تبارك الله. يعني شوف حتى الثمن، اثمنه مناسبه للجميع تبارك الله، جميع المديدات كما كتشوفوا معايا. شحال كتفرح، كتفرح. انا في المغرب دابا ماشي في اسبانيا، انا في المغرب، كل شيء ديال البلاد عندي قدامي، نقدر نسريه من هنايا من هذا المحل هذا. الصلايات مثلا كي كتشوفوا عاوتاني الاشكال والانواع ديالها تبارك الله، كيفاش الصوابي، الانوان اللي بغيتي، يعني يعشق صراحه. تشوفوا معايا طاكتو ديالهم كي داير، استعموي بيان صراحه. كيف ما كتشوفوا معايا هاد لي بارفوم هادو اللي هما من اجود انواع ديال العطور ديال النساء، هذه ديال النساء، وهذه حتى هي، وهذه حتى هي، وهذه ديال الرجال. هادو غادي يكونوا في اوفيرتا خاصه هنا في هذا البازار هذا. اجوا لهنا وغتكتشفوا المفاجاه ان شاء الله. لي بارفوم من اجود انواع العطور اللي كاينه في هذا البازار هذا، كنصحكم تجيو تاخذوهم، وغادي يفاجئكم المحل. اهم حاجه عجبتني في هذا المركز التجاري هذا هو انه عنده باركين خاص، يعني فاش كتجي كتباركي في الباركي ديالو بريفي. هذا المحل هذا اللي عملتكم فيه جوله هو ديال الاخوان صلاح ومنصور، اخوان مغاربه مقيمين في طرقونه، عندهم هذا المحل هذا هنا في طري فورطه، وعندهم محل اخر في الريوش. صراحه هادشي كيشرف الجاليه المغربيه المقيمه هنا في طرقونه. من بعد ما عملنا هذه الجوله هذه، والحاجه المهمه بزاف اللي بغيتكم تركزوا عليها هو انها هنا كاين واحد الباركين بريفادو، يعني فاش كتوصلوا للمحل هي كتمشيو الدور الاول على اليمين، كتلقاو تما الباركين ديال الطروبيت، كتباركي الطروبيت ديالك وتكدي الغرض ديالك من هذا المحل هذا. حاجه غتسولوني عليها طبيعه الحال اللي هي فين كيتواجد. هنا كيتواجد شارع سميتو باساج ديال بالميراس، النمره 6 اللي كاينه في الحي باساج ديال بالميراس، ونعكسها لكم هنايا. الا بغيتو تجيو تقداو اي حاجه بغيتوها، راه كاين اوفرتات زوينين صراحه اللي غيعجبوكم بزاف. هذا الشيء كيشرف الجاليه المغربيه، بغيت نتقاسمه معكم. مره اخرى ان شاء الله غنديروا فيديو اخر على الجاليه المغربيه اللي فارضه الوجود ديالها هنا في اسبانيا، وخاصه هنا في طرقونه المنطقه اللي انا استقريت فيها. اذا اخوات، ديروا لك الفيديو، بارطاجيو، حتى في فيديو قادم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.